استاذ احمد، وسريع. استاذ احمد معلش دون قطع كلامك، احنا عندنا هنا في مصر عموما عيب انه عندنا قانون وعندنا دساتير وعندنا، انما في حاجات ما بنطب يعني ما بنفعلهاش، ولما بيحصل تجاوز في اي حاجه او اخطاء في اي حاجه ما بنحاسبش الشخص. ويمكن الثوره قامت اساسا عشان احنا عايزين نحاسب الناس اللي غلطت. هل واحنا بنعمل انتخابات لاول مره ابتدينا نحط في دماغنا ان في حد هيغلط هنحاسبه، ولا برضو ماشيين؟ ما احنا داخلين على ما هو المرحله اصل هي الثانيه لان والثالثه هيحصل نفس الحكايه. المشكله في السيستم القانوني اللي بيتم اعماله حاليا. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول ايه، ان الناس اللي انفقت في الدائره الانتخابيه اكثر من ربع مليون جنيه، الناس ديت انا امنعها من المشاركه. طيب هتثبتها ازاي؟ هيروح على القاضي ويقول له لا انزل عد اليوفط اللي موجوده. يعني اجراءات تكون الانتخابات خلصت، واخد بال تكون حضرتك، النتيجة طلعت. وكل النتيجة ايوه بس طلعت. في حركات مراقبة وفي حاجات بتراقب يا فندم، حركات حتى الشباب عاملينها، ايوه يعني مش بس من القضاة، وفي المشكلة، مخالفات. بلاش تجاوزات عشان تجاوزات مضايقة حضرتك، في مخالفات مظبوطة. ايوه كل المخالفات المظبوطة في اللجان اللي بتقوم بعملية مراقبة الانتخابات، كان من الواجب اذا ما رأت انها تعد مخالفة صريحة للقانون أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات وأن تبلغ النيابة العامة بها. ولكن حتى هذه اللحظة أي من المنظمات القائمة على عمليات المراقبة الانتخابية لم تقدم بلاغا واحدا للنيابة العامة ضد أي من المرشحين. يبقى في الحالة دي نقدر نقول إيه؟ مفيش حاجة مظبوطة طبعا. طبعا أن هذه مجرد مخالفات وليست تجاوزات. طيب تتوقع ده هيحصل في المرحلة الثانية يا فندم؟ اللي توقعات اتوقعه حضرتك للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بصرف النظر عن المؤشرات، لأن المؤشرات لسه برضو أنا يعني حريصة جدا على ده، لأنه الحقيقة الإعلام كان ليه دور كبير جدا في إن الناس أحبطت في الجولة الثانية، لأن قالت خلاص أنا القضية محسومة وصوتي خلاص معروف إيه اللي هيحصل فيه، فوصلنا للمرحلة اللي إحنا كنا فيها قبل كده إن خلاص القضية محسومة فأنا مش هنزل، فالناس ما نزلتش. يعني حضرتك شايف المرحلة الثانية هتبقى بنفس المرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة هتبقى بنفس المرحلة الأولى؟ الإقبال في المرحلة الثانية سوف يشهد نوع من الكثافة الشديدة مثلما حدث في المرحلة الأولى في أول أيام. وأعتقد أن أنصار التيار الإسلامي المتمثل في النور والحرية والعدالة هيحشدوا بشكل غير عادي. إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الجولة الأولى تمت في محافظات مصر الحضرية، يعني اللي التأثير الديني فيها مش قوي قوي زي المحافظات الأكثر ريفية. إذا كانت الانتخابات هتجرى في المحافظات الريفية فأبشروا من الآن يعني أن النسب في ازدياد، وأن الجامعات هتحصل عدد كبير من المقاعد قد يخل بالنسبة اللي حصلت عليها القوى المدنية والليبرالية حاليا، واللي بتسعى انها تحافظ عليها في الجولات القادمة. تمام. استاذ احمد البطريق نائب رئيس تحرير الاهرام والمتخصص في الشؤون البرلمانية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، منورتنا. اهلا بيك. وبرضه هنتابع الايام اللي جاية ايه اللي هيحصل، بغض النظر احنا رايحين يمين او رايحين شمال، هنشوف ايه اللي هيحصل. فاصل. انا اسف، رايحين على فكره اللي طالعين على تقرير خاص بالانتخابات ودايره الزمالك. سريعا هروح نشوف التقرير ونرجع تاني، وفقراته متنوعه.